شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نحمد الله تعالى أن وفق وأعان، فإذا أراد أن يظهر فضله عليك فعل ونسب إليك، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. رمضان فرصة للتزود بالطاقة الروحية التي تجعل همتك دائما حاضرة وتجعل إرادتك حاضرة وتجعل قرارك حاضرا وتجعلك دائما في مقدمة صفوف الخير، ولذلك هو فرصة لإدارة الذات وفرصة أيضا لإدارة المجتمع من حولك، فرصة للتواصل وبناء وترميم ما انهدم من علاقات بينك وبين الآخرين من أبناء عائلتك أو أبناء قريتك أو أبناء جنسك أو أبناء البشر جميعا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. All praise due to God. We praise Him and we seek help from Him. We ask forgiveness from Him. We repent to Him, and we seek refuge in Him from our own evils and our own bad deeds. Anyone who is guided by God, he is indeed guided, and anyone who has been left astray will find no one to guide him. I bear witness that there is no God but Allah, the only one without any partner, and I bear witness that Muhammad, peace and blessings be on him, is his servant and his messenger. God is great, God is great, God is great, God is great, and thankful for Him. Ramadan was a great opportunity for all of us to be present. It was a chance for all of us to make good for ourselves and for all others. It was a great opportunity to reconnect with ourselves and all of our families and friends. God is great, God is great, God is great. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نستقبل فرحة العيد بعد طاعة أتمها علينا ربنا بالنعمة والمغفرة والرضوان، ولكن يعكر علينا فرحة العيد وصفوة يومه هذه التفجيرات التي تحدث هنا وهناك وتستهدف أبناء البشر في أوروبا في آسيا في إفريقيا في العراق في سوريا في كل بلاد العالم الإسلامي، وآخرها تلك الفجيعة التي أرادت أن تفجعنا في أقدس مكان في الجاهلية والإسلام، أقدس مكان الناس فيه يأمنون على أموالهم وعلى دمائهم وعلى أعراضهم. حتى في الجاهلية كان الإنسان يرى قاتل أخاه أو قاتل أباه ومع ذلك لا يتعرض له، لكن الإرهاب المجنون لا يعرف شرفا ولا يعرف مقدسات، يستهدف بيت الله الحرام ويستهدف زواره ويستهدف عماره
وفي شهر رمضان. لكن نحمد الله تعالى أن المؤامرة قد فشلت، وحي الله العيون الساهرة، وحفظ الله بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء وشر. ولعل هذه الحادثة تنفي عن الإسلام تهمة الشراسة والعدوان، كما تنفي عن الوهابية ما يردده الصغار بعبث أو جهل بأنها هي مصدر الإلهام والتطرف لكل التطرف ولكل الإرهاب الموجود على الأرض. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. God is great. God is great. God is great. God is great. And for Him we are thankful. Eid al-Fitr is an opportunity. It's an opportunity for reviving our connection with our families and the Muslim community. It's a day of joy, celebration and love. We are blessed in Australia to have the opportunity to express our happiness today. Unfortunately, this joyous occasion is marked with a stain of recent attacks all around the world, in Europe, in Asia, in Iraq, in Syria, and in the most recent of them, in our holy city of Mecca, the most beloved land to God. The city that even in the times of ignorance, before Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, if a person saw the killer of his father, would not go and attack him because of the holiness of this place. But thanks to God, this attack was foiled. And it was also a good thing that we can now see that Islam is pure and Islam is innocent from all such attacks. Islam, as we have learned and recognized in its divine essence, is an institution of humanity, culture, civilization, a safeguard for human intellect, freedom, and upholds all these rights. God is great. God is great. God is great. And for Him we are thankful. هذا هو الإسلام كما أشار أخي، دين يعلمك كيف تكون إنسانا، يعلمك كيف تكون إنسانا، يعلمك أن دم الإنسان أقدس عند الله من دم الكعبة، وأن الإنسان بصرف النظر عن دينه وجنسه ولونه هو المستهدف من رسالات السماء. نظر النبي يوما إلى الكعبة وقال: ما أطيبك وأطيب ريحك وما أشد حرمتك على الله، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أقدس عند الله من حرمتك. وفي كتاب ربنا قانون إنساني لحماية الدماء والأعراض، وكتبنا عليهم فيها أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. This is Islam. Islam is a religion for human beings. Teaches us that our blood is sacred and no blood should be spoiled for the sake of anything. It teaches us, it favors peace over war and security over violence. It calls the mind to contemplate and ascend, and the heart to believe and be at peace. In Islam, there's a very clear rule of law. Whoever spoils or kills a person for the sake of corruption, it is as if he has killed all of mankind. God is great, God is great, God is great, and for Him we are thankful. الله أكبر ولله الحمد. لكن هذا الدين العظيم يختطف فيكون الإرهاب، كما تختطف الحضارة والديمقراطية وحقوق الإنسان فيكون التعصب والكراهية والإرهاب
والتعصب والكراهية وجهان لعملة واحدة. تاريخ يعلمنا أن الدين يختطف ويسيء إليه بعض أتباعه، وأن الحضارة تختطف والمدنية تختطف والديمقراطية تختطف وحقوق الإنسان تختطف، فتكون الكراهية والعنصرية والتمييز بين الناس كلاهما خطير، وكلاهما يجب أن نكافحه، ويجب أن نقف يدا واحدة وأسرة واحدة في مواجهته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. We emphasize that terrorism and racism are two sides of the same coin. ولا يمكن أن نثبت وجودنا إلا بالتميز، إلا بالتفوق، إلا بالعلم، إلا بالأداء الحضاري المتميز. فليكن كل منكم رسولاً وسفيراً لرسول الله محمد في مجتمع المهجر، ليرى الناس فيه أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا التحدي الكبير الذي يواجهنا لا يمكن أن ننتصر عليه إلا أن نتخلق بأخلاق الإسلام أولاً، وأن نحتفظ بهويتنا، ولن أمل من تكرار هذا الكلام، أن نحتفظ بهويتنا وأن نتخلق بأخلاق الإسلام وأن نتفوق علمياً وحضارياً. يجب أن تكون خبيراً في تخصصك، لا يجب أن تكون أبداً، لا يجوز أن تكون أبداً في مؤخرة الصفوف، لا يجوز. وقد كان نبيك في أوائل الأنبياء، وقد كان ربك يدعوك إلى معالي الأمور، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وحتى في طلب الجنة، الجنة درجات، فاطلبوا الفردوس الأعلى. والناس في الدنيا درجات، فاطلبوا المقدمة والقيادة والريادة، وكونوا لها أهلا، ودعوا إنجازاتكم تتحدث عنكم. I have a message to all the Muslims living in Australia. I emphasize the importance of our community in understanding our current climate. We need to know what our challenges are and how to overcome them. And in order to do so, we need to be united as a community and cling tightly to our religion as a way of life. Every Muslim should live in Australia as an ambassador to our beloved Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, in both his character and behavior. This will ensure our Islamic principles of truthfulness, loyalty, excellence, and modesty are reflected in our society. We as a community should reject any unwarranted interference against the principles of our faith, in particular from certain media outlets. We must defend against those who spread hatred and threaten our peaceful coexistence. We need to maintain our honor of our religion and be experts in our field. And remember, the Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has always encouraged us to be the best in our field, and even when we ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us Jannah, to grant us the highest levels of it. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Risalatuna ila shababina al-Muslim fi al-mujtama' al-Israel. أنتم لستم غرباء في هذا المجتمع، أنتم أبناء هذا البلد، وأنتم جزء من جسمه وشريحة من شرائحه ومكون أساسي في هذا البلد. وقد قدم لكم هذا البلد عطاء وعلما وحمى آباءكم وسن قوانين تحميكم أيضاً
في مجتمع المهجر. فإياكم أن تكونوا عونا للتطرف والعنف على هذا البلد، لأن ذلك يتنافى مع مبادئ ديننا. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا شباب المسلمين، هذه بلدكم وهذا وطنكم، فقدموا له وساهموا في بنائه واحموه لتحتموا فيه. وإياكم أن تشعروا يوما ما بأنكم غرباء. هذا البلد متعدد الثقافات، متعدد الحضارات، متعدد الأجناس، وهذه ميزة تنفرد بها أستراليا عما عداها من كثير من الدول. فلنحافظ على هذه القيم ولنكن نماذج للشباب الحر المتدين الملتزم الذي يحمي دينه ويحمي وطنه ويحمي مجتمعه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Message to the Muslim youth in Australia. You are an essential element of our Australian nation. You were born here. You were raised here. Remember that Australia presents you, your parents and grandparents, with all good. You should respond to this love with love. Protect its security and safety and follow its laws. These laws were legislated to protect you and your families. Beware of extremist propaganda and terrorism, such as the path to death and loss. Do not learn your religion online. You will not find the true essence of our peaceful religion there. Instead, take your knowledge from reputable sources and scholars who are experts in their fields. Know well that Australia is your home and is the future for your children. Reciprocate your responsibility to your nation with development, generosity, loyalty, and respect. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر ولله الحمد. رسالتنا لشركائنا في الوطن، للمجتمع الأسترالي، نقول لهم اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا، فلنبني جسورا للعلاقات، وإياكم وإعلام الفتنة الذي يريد دائما أن تغرس الفتن بين التعددية الثقافية وبين المجتمع، وخصوصا بين المسلمين وبين المجتمع. نحن لا نحمل لكم إلا كل خير، وديننا يحمل رسالة الله للعالمين. ومن ثم نقول لكم اطمئنوا، نحن وإياكم نركب مركبا واحدا. لعن الله من خرقه أو حاول إغراقه، ولنضرب جميعا بيد من حديد على من يحاول إغراق المركب، سواء كان من التطرف أو كان من العنصرية والكراهية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Another message to the wider Australian society. Listen to us and from us. Let's build bridges, not walls. From time to time we hear misinformed voices, resonating sounds of racism and hatred. They seek to portray Islam in bad light. What these voices fail to realize is that we're all aboard on the same ship, and in order to keep it afloat, we must all work together as one nation. Attacking any part of this ship would only cause all of us to sink. We must all be wary of the pens that spread division and the voices that convoy hatred and racism, only seeking to create a war between you and Muslims. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. رسالتنا الأخيرة للعالم. نحن أمة لم تنشأ من فراغ، إنما
نحن أمة لديها رصيد حضاري قدمت للدنيا أعظم وأجمل وأكمل ما عرفته الدنيا من قيم. نحن لسنا على هامش التاريخ، نحن الذين قدمنا سقراط وأرسطو للعالم، ولولا الثقافة الإسلامية ما عرف العالم سقراط ولا أرسطو. نحن الذين قدمنا مبادئ التسامح وحقوق الإنسان في العالم. لا يجوز أبداً أن يتهم دين تعداد أتباعه 1,600,000,000 مسلم، لا يجوز أن يتهم هذا الدين بأتباعه جميعاً على أنه مصدر للقلق ومصدر للتطرف والعنف، لمجرد أن حفنة صغيرة لهم نظائر وأشباه في الحضارات الأخرى والثقافات الأخرى والأديان الأخرى فعلوا ما يفعله التطرف وزيادة. ونحن بالطبع ضد هؤلاء وضد أولئك، ضد من فعلوا بالأديان الأخرى والحضارات الأخرى، ضد من أثخنوها جراحا، ضد من أراقوا فيها الدماء. كذلك نحن ضد إراقة الدماء بالمنظور الإسلامي تجاه أي من خلق الله، لأننا نؤمن أن الخلق جميعاً عيال الله، أنفعهم لعياله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. The last message is to the whole entire world. Islam and its followers have contributed over the centuries a lot to what we have today. Islam and its followers have, just to mention all of the examples as presenting people like Socrates and Aristo to the whole entire world. Islam and its followers are against the spilling of any blood of any innocent people. Islam and its followers over the years have been working together for the civilization of this earth. And there is, we should not ever be fainted because of a few acts of the few people who are harming Islam and Muslims first and the entire people. We should all stick together and fight all of those people regardless of who they are and where they are. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. ندعو الله في هذا اليوم المبارك أن يعم السلام كل بلاد العالم، وأن يفرج الله كروب المكروبين، وأن يرد المهاجرين وقد بلغت إعدادهم ما يقرب من 65,000,000 مهاجر، نصفهم من الأطفال، أن يردهم إلى بلادهم سالمين غانمين، وأن يحفظ وطننا أستراليا من كل شر وسوء، وأن يحفظكم، وأن يبارك جمعكم، وأن يغفر تفرقكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. But this day be an opportunity to revive our happiness and remain steadfast in our obedience to God. May every year allow us to see humanity in the highest state of nobility and safety. May every year bring you greater prosperity. May every year bring us all closer to peace. And you may be joyous every year. And in our last days, we wish and we pray for all of those that have been displaced all around the world, and we pray for the safety and hopefully the safe return to their home countries. And finally, may the peace and blessings of God be with you all on this blessed day of Eid. Eid Mubarak.